وما عنديش مع ديك البساله ديال جامع الزحامات والناس كيصليو في الشارع. وبعدا بغيت غير نقول لك النص فيهم ما كيسمعوش اش كيقول الفقيه وما ما كيتبتوش، والنص فيهم فين نعس لانهم ضاربين سته زلفات الحريره، والناس كيجيو خانزين وحامضين للجامع. سمحوا لي نقولها لكم، الناس كيجيو ما مدوشينش، كتدخل الجامع كتطلع معك واحد الريحه لا اله الا الله لانك شحالاتي قديما كنت كنمشي للجامع. حنا كنتي محجبه وكان كان هادشي كامل دوزتو، الناس كيجيو مسخين وحامضين للجامع، العيالات كيجيو خازن بريحه الكرافس والمرقه والحريره، والرجال كيجيو حامضين رجليهم مسخين. بقات في ليماج غادي للجامع. المغاربه اليوم تستعروا منك بهذا الاستهزاء اللي استهزأتي من المغاربه اللي تيمشيو للجامع وتتعاريهم بانهم مسخين وخانزين، والعيالات مساكن اللي تيمشيو يصليو في الجامع وتتقولي لهم خانزات بريحه الكرافس والحريره. انتي فاش تكوني خامره العصر عاد تفيقي حامضه بريحه النعاس، راه دوك العيالات تيكونوا واقفين من صباح اللهم واقفين في الكوزينه باش يطيبوا زليفه ديال الحريره لوليداتهم، واخا التماره والتكرفيس والسخونيه ديال الكوزينه مع ذلك تقدموا واحد الوجبه كلها محبه وكلها الفه تتجمع العائله. انت داك الجو الاسري انت ما عايشاش فيه ما عارفاهش. المهم اختي اللي بغيت نوصلوا لك هو اشنو داروا لك هاد المغاربه، فاش قصروا معاك هاد المغاربه، اشنو اللي ضربك من جهه المغاربه، علاش نضتي الاولى والاخره بديتي قلتي المغاربه خانزين ومسخين وديريك مشيتي للمساجد؟ واش كتعرفي المسجد شنو؟ المسجد راه مكان مقدس، ما عندكش الحق تعايري لا اللي كيدخلوا ليه لا اللي كيمشيو ليه لا اللي كيصليو فيه. انا حاشا ولا يتمثل نعاير الجامع، نتوما بغيتو تطيحوا عليا الباطل وبغيتو تخسروا لي وجهي، ولكن هادشي ما غيكونش ليكم، لان اللي عاود سمع السلطات يعاودوا يسمعوا اش قلت بان الناس كيدخلوا للجامع فيهم ريحه خايبه، وكتحججوا وكتقولوا احنا بعدا كنمشيو خانزين ولكن كنمشيو. أدب الجامع هو النظافة، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك تكونوا غادي للجامع ما تاكلوش البصل والثوم، وانتم ماشي غير البصل والثوم والعرق والصنان، لو اللي لابس التقاشر كيدوز فوق منهم الماء ويتم داخل، وكان لابس السبرديله قبل، كيكون الإمام كيخطب ها اللي كيخور نيفو، ها اللي كيحك، ها اللي ساهي. هادشي كنقولو حيتاش من 2002 ل 2006 وانا كنمشي للجامع الاثنين والخميس وكنصلي التراويح في جوج الجوامع كاينين في المعارف. يكفي انكم تدوزوا حدا الطواليت الجامع ملي كيكونوا الناس خارجين من الطواليت وتفهموا الموضوع كيفاش داير، وبلا ما نغمق وتقولوا زعما انت فين شفتي داكشي انت مقابله غير البيران والكباريات. البيران والكباريات اولا فيهم لاكليم مجهده ما كاينش الريحه، والناس كيخرجوا بالليل هكا كيديروا كيشعلوا. تتمل داك الفيديو اللي درناه على ديك المسخه ديال الراقصه ولا الشيخه مايا، اليوم بلا حياه بلا حشمه حطت واحد لي ستوري في انستغرام، مازال مستمره في التعنت ديالها، مازال مستمره في القصف ديالها، مازال مستمره في ديك الكلام الخاسر اللي نعتز به المغربيات تلالياتها وسيادها المغاربه. انا بغيت غير نسولك هذيك خانزه البيطان، بغيت غير نسولك رمضان ما صمتيش ماشي شغلنا فيك، الصلاه ما كتصليهاش ماشي شغلنا فيك، العرا ديالك فلوسك كلها حرام ماشي شغلنا فيك، كتشجعي على الدعاره وعلى الفساد شغلك هذاك، ولكن باش تهيني الاسلام لا، باش تهيني المسلمين لا.